نروح بقى مع حضراتكم نشوف آخر أخبار الأسعار إيه، وده هيكون من أحد الأسواق، أحد أسواق الجملة، واللي يمكن بتخفف شوية الأعباء من الأسعار المرتفعة في بعض الأماكن. نروح إلى سوق العبور، بيستقبل السوق يوميا 18,000 طن من مختلف الأصناف سواء خضر أو فاكهة، وبيشهد السوق حملات رقابية من كافة الأجهزة للتأكد من بيع السلع بسعرها العادل. بينضم إلينا من سوق العبور مراسل النيل للأخبار الزميل أشرف مبارك. إليك أشرف، بصبح عليك. بالفعل برحب بكم من سوق العبور. يمكن احنا موجودين منذ ساعات الصباح الاولى بنستعرض كافه الاسعار لكافه السلع والخضروات الموجوده في هذا السوق. يمكن سوق العبور من اكبر الاسواق الموجوده في جمهوريه مصر العربيه، بيدخل يوميا نحو 18,000 او يمكن بتصل الى 21,000 طن من السلع الاساسيه والخضروات والفاكهه والاسماك ومختلف كافه السلع الاخرى. بنتكلم ايضا عن حملات رقابيه مكثفه. جهاز سوق العبور بيقوم يوميا بحملات لمتابعه الاسعار. يمكن تحدثت مع اللواء محمد شرف عن يمكن الأسباب اللي أدت لارتفاع بعض الأسعار في بعض السلع في الفترة الأخيرة، وكان لرؤية خاصة بهذه الارتفاعات أبرزها يمكن التغيرات المناخية، فرق العروات. يمكن خلينا ناخد تفاصيل أكتر حول متابعة حالة الأسعار في سوق العبور. يمكن سيادة اللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور، برحب بيك على شاشة التلفزيون مصر والنيل الأخبار. كلمنا عن الأسعار وحكى لك رؤية فيما يتعلق ببعض الأسعار اللي ارتفعت مؤخرا واسباب. هو طبعا بالنسبه للاسعار، طبعا السوق العبور ده عرض وطلب، الكميه كتيره فالسعر هينزل، الكميه قليله السعر هيطلع. فلو اتكلمنا مثلا عن البصل كنا من حوالي شهر بنتكلم في 40 جنيه بره و50 جنيه وارقام، النهارده البصل في سوق العبور ب 5 جنيه و6 جنيه. ليه؟ عشان الكميه بتاعته زادت، لان كميه الزراعه كترت، فبناء عليه الكميه لما زادت السعر نزل. لو اتكلمنا مثلا على الطماطم هنقول عليها غاليه اليومين دول. طب ايه هي غاليه ليه؟ لان احنا في فصل عروه، فصل عروه يعني ايه؟ يعني الارض اللي كانت فيها منتج اتحرتت وابتدى يزرع جديد. ففصل العروه بتبقى الكميه اللي بتنزل قليله، فده بيرفع الاسعار، لكن هل في حلول؟ اه في حلول. الفتره دي اللي احنا بنتكلم عليها حاليا الناس تعمل ايه؟ تشتري صلصه وتطبخ بيها. يبقى انت وفرت وتشتري مثلا نص كيلو من الطماطم للسلطه، يبقى انت كده قدرت توازن الامور، واللي انت هتعمله ده هيؤدي لان المنتج يزيد في السوق. لان انت ما دخلتش تاخد 5 كيلو او 4 كيلو او 3 كيلو من سوق التجزئه، لا انت خدت نص كيلو عشان شويه السلطه اللي انت عاوزها. قلت لي على مفاجاه ان في سلع معينه هتنزل الشهر الجاي يمكن منتصف الشهر القادم. يعني لو اتكلمنا على البطاطس دلوقتي سعرها عالي، لان البطاطس دي برضو في فصل عروه الان. اللي بيحصل ايه؟ البطاطس اللي في السوق دي كلها بطاطس ثلاجات يعني مخزنه، لكن احنا بنتكلم بنقول امتى بقى النص الثاني من الشهر الجاي المنتج هيغرق السوق وهنتكلم عن البطاطس، هنبقى واقفين ونقول البطاطس بقى ب 4 جنيه و3 جنيه و5 جنيه. لان نخص بقى المانجا، حكى قلت لي ارخص من السنه اللي فاتت. يعني نتكلم مثلا على منتج المانجا اللي احنا بنتكلم على ارتفاع اسعار. طب لو جينا نبص كيلو المانجا السنه اللي فاتت الزبديه بكام، والسنه دي ارخص من السنه اللي فاتت. طب ليه؟ عشان السنه اللي فاتت كانت كميه المانجا اللي على الاشجار نزلت قليله، السنه دي طرحت الضعف، فالمنتج السنه دي ارخص من السنه اللي فاتت. بكام يا فندم مثلا؟ يعني مثلا بنسبه ممكن 20%، الرخص بنسبه 20% عن السنه اللي فاتت. المفروض السنه دي تبقى اعلى. في سعر استرشاد يا فندم ليه؟ احنا يا فندم عندنا كل يوم لو اتكلمنا على المانجا على اصنافها هنلاقيها من 12 جنيه لغايه 35 جنيه او لغايه 40 جنيه بكتير، وجميع اصناف المانجا نبتدي من 12 جنيه لغايه 40 جنيه اللي هي الفص يعني. فطبعا السنه دي الحمد لله المانجا كتير جدا، والاسبوع ده بالذات انا بقول اهو للساده المشاهدين والمتواجدين في الاستوديو بقول لهم اللي عاوز يخزن الاسبوع اللي احنا فيه، لان ده دي اضعف نقطه، ارخص نقطه المانجا فيها الاسبوع ده والاسبوع الجاي، يعني هتبقى ارخص حاجه، ممكن بعد اسبوعين تعلى سنه، فاللي عاوز يخزن دلوقتي. طب اللي عايز يجي يسجل سوق العبور هيدفع كام؟ يعني الرسوم بقى والاجراءات اللي بيدخل بيها المواطن عشان يجي يشتري من هنا. المواطن كل اللي بيخش بيدخل من البوابه لو عربيه ملاكي بيدفع 5 جنيه. بياخد المنتج من السوق وهو خارج الكرتونه اللي بياخدها بجنيه. هو خارج بس، مفيش حاجه ثانيه، مفيش رسوم ثانيه. فانا يعني بناشد الناس كل اربع خمس اسر او سته واحد يجي يشتري عنهم من سوق العبور. ياخد شوال بطاطس، ياخد شوال بصل، ياخد كرتونه فلفل، ياخد عدايه طماطم، صدقني ياخد كرتونتين مانجا ويوزعهم على الخمسه سته. لو هو هيشتري الحاجه دي بره ب 1000 جنيه هو هياخدها هنا ب 500. بنتكلم كتير يا فندم عن الرقابه، هل المواطن عليه دور ايضا في التوعيه؟ طبعا
المواطن اللي عليه توعيته ايه؟ انه ما يشتريش لما يلاقي صنف قليل في بدايل. يعني مثلا الباميه دلوقتي غاليه ولا مش غاليه؟ الباميه غاليه في سوق العبور، الكيلو كام في سوق العبور؟ ب 30 جنيه. انا لما اجي اشتري باميه في باميه مجمده اشتري يعني في الوقت ده اشتري، مش لازم اشتريها طازه، مش لازم اجيبها طازه. في بدايل الدوله عامله بدايل، في بدايل متوفره كمان. فده اللي انا عاوز اقوله. انتوا كجهاز دوركم ايه يا فندم في مراقبه الاسواق هنا ومراقبه سوق العبور؟ احنا كل يوم زي ما بنقول بنعمل سعر استرشادي جمله وليس قطعي، وبننزله على موقع سوق العبور، وبينزل في مجلس الوزراء، وبينزل في وزاره التنميه المحليه. الاسعار دي مهمه جدا، ان التاجر بره يبقى عارف السعر بتاع النهارده ايه. فده مهم جدا. الحاجه بقى اللي عندنا هنا طبعا مكتب للطب البيطري بينزل يمر على المنتجات، عندنا مكتب تموين بينزل يمر، عندنا شهر عقاري للتجار على اساس ان هم لو بيبيعوا او بيشتروا ملكيات او حاجه او بيعملوا عقود بيعملوها في الشهر العقاري. عندنا برضو الدمغه والموازين، يعني جميع الموازين اللي في سوق العبور دي موجود رقابه عليها، مش لا مؤاخذه مش كل واحد ميزانه بيعمل فيه اللي عاوزه ما يقدرش. يعني عندنا مكتب هنا موجود للتموين والموازين، دوره ايه؟ دوره المراقبه، وموجود 24 ساعه. يعني المكتب ده ما بيقفلش، احنا شغالين 24 ساعه. حضرتك قلت لو فلاح ومعاه عربيه خضره او فاكهه ممكن يجي يبيعها عن طريق تاجر تاني هنا يعني؟ مظبوط يا فندم. يعني نفترض راجل فلاح عنده خمس ست عربيات منتج عنده عاوز يبيعه، يجي سوق العبور لاي محل من اللي موجودين هنا هيبيعه له بالعموله، هيتفق معاه يقول له سيل العموله 3% 4% 5%، وممكن الفلاح بعد كده يبعت العربيات من غير ما يجي. يعني يبعت العربيات يخليه مكانه وبيتفق معاه بالتليفون وبينباع المنتج بتاعه. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور، شكرا يا فندم. العفو يا فندم. يمكن هذه الصوره من داخل سوق العبور، يمكن بنتحدث عن تخفيضات في بعض السلع، يمكن بعض التغيرات المناخيه، فرق العروات هي اللي بتاثر على بعض السلع، ويمكن هذه السلع يمكن بتشهد بعض الارتفاعات في الاسواق في خلال الفتره الماضيه. بشكرك جدا الزميل اشرف مبارك، كنت معنا من سوق العبور، وشكرا لضيفك اللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. وبنتمنى طبعا ان الاسعار تكون في متناول الجميع في الفتره القادمه باذن الله.